دقت الساعة السابعة، ومن هذه اللحظة ومن هذا اليوم حدث ما كنا ننتظره وما كان هو ينتظره أيضا. إيه ده؟ اندمجت ولا إيه؟ يلا بينا نشوف العميل 1002 عمل إيه. عملنا العزيز طول عمره مغرم بالكواكب واستكشاف الفضاء، عشان كده شغلناه معانا طبعا. راح قعدته لمركز الأبحاث. اليوم ده الدكتور بدأ يشرح حاجة غريبة جدا هتنتشر في العالم الأيام الجاية، وهي الميتافيرس، مشروع عم مارك طبعا غني عن التعريف. ومن هنا جت الفكرة، قرر انه هيحقق حلمه وهينجدنا وهينجد سكشانه العزيز. قال لي ما استخدمش التقنية دي وازور كوكب نبتون وانا على الارض وحقق حلمي. وفعلا بدأ في تنفيذ الفكرة، وهنا اكتشف مشكلة منتشرة في الكوكب وهي الديسبابسيا. طبعا احنا حاطينه في دماغنا وبنراقبه وهنراقبه، يلا نتفرج. ومن هنا بدأت رحلتنا لكي نأتي لكم بأفضل الحلول، وأوشكنا على الإقلاع لكي نلحق بعميلنا العزيز على كوكب نبتون. سكشن 11 قادم وبقوة، وسنوافيكم بكل جديد، انتظرونا.